نواصل معكم مشاهدينا باقي فقرات العالم هذا الصباح، واللي إلى ملفنا الصحي وحول مستجدات كوفيد 19. ففي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد متحور JN1 لفيروس كورونا المنحدر عن متحور أوميكرون في البلاد، اسمه وايد طويل، كما أفادت بوجود النسخة المحدثة من لقاح كوفيد في 42 مركز صحي. منظمة الصحة العالمية كشفت مؤخرا عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد JN1 على مستوى العالم ارتفعت بنسبة تزيد عن 50% خلال 30 يوما، مؤكدة في الوقت ذاته أنه بالرغم من سرعة انتشاره لكن لا تزال خطورته منخفضة. في زمن لا يعرف الرحيل يستمر فيروس كورونا ورحلته المستمرة بمتحوراته وسلالاته حتى ظهر متحور جديد منحدر عن إحدى سلالات متحور أوميكرون ويحمل اسم JN1. أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية البديل المثير للاهتمام لانتشاره بسرعة البرق في عدد من دول العالم، ولكن مخاطره لا تزال منخفضة. كونه متحور جديد ما عندنا دراسات كثيرة عليه. بعض الدراسات البسيطة اللي طلعت في بلجيكا وفي الصين أثبتت أن نسبة دخول الحالات للمستشفيات أو للعناية المركزة مثلا بعد الإصابة بهذا الفيروس تعتبر قليلة أو يعني غير زايدة عن المعدل الطبيعي يعني. فهذا شيء مطمئن من ناحية أنه الفيروس هذا ما يعتبر فيروس شرس إلى الآن. ما زلنا في بداية الحالات، ما زلنا ننتظر دراسات أكثر طبعا، لكن الدراسات المبدئية الأولية مطمئنة إلى الآن ولله الحمد يعني. تظل اللقاحات نورا يشع في ظلام التحديات الجديدة لكافة متحورات فيروس كورونا بما في ذلك متحور JN1، حيث وفرت المنظومة الصحية النسخة المحدثة من اللقاحات في 42 مركزا صحيا، وهذه النسخة المحدثة تعطى كجرعة واحدة سواء للأشخاص اللي أخذوا التطعيمات من قبل أو الأشخاص اللي ما أخذوا التطعيمات من قبل. الأشخاص اللي ما أخذوا التطعيمات يأخذون جرعة واحدة، والأشخاص اللي أخذوا التطعيمات من قبل يستطيعون أن يأخذون النسخة المحدثة بعد مرور 8 أسابيع الأقل من آخر جرعة أخذوها للتطعيم، وتكون من عمر 5 سنوات فما فوق. السؤال المحوري هنا، هل الأعراض الأولية للمتحور الجديد هي نفسها الموجودة في المتحورات السابقة؟ المتحور الجديد لقوا أن الأعراض هذه تكون أكثر شدة، نتكلم عن حرارة جدا عالية، نتكلم عن كحة، نتكلم عن اختناقات مثلا تحدث للمريض، نتكلم عن ألم جدا شديد في الجسم، بالإضافة إلى هذا قد يؤدي إلى وجود التهابات في الجزء السفلي من الجهاز التنفسي. حتى الآن لم ترصد المنظومة الصحية عن وجود إصابات بمتحور JN1 في البلاد، وما زالت فرق الفحص الجيني مستمرة في عمليات التتبع لرصد الأنماط السائدة عن فيروس كورونا. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت. جدد لكم التحية مشاهدي الكرام. مثل ما شفنا وياكم التقرير اللي طاف، وزارة الصحة أكدت أنها لم ترصد متحور JN1 لفيروس كورونا المنحدر من متحور أوميكرون في البلاد، والحمد لله هذا شيء يطمننا فعلا. ومنظمة الصحة العالمية أكدت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد JN1 على مستوى العالم ارتفعت بنسبة تزيد عن 50% خلال 30 يوما، وهذا ما دفعها لتوجيه تحذيرات. طبعا الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور غانم السالم، استشاري الأمراض الباطنية. دكتور غانم صباحك الله بالخير. صباح الخير وحياك الله ويانا في العالم هذا الصباح. شنو هذا المتطور؟ شنو هذا المتحور الجديد اللي طالع لنا ومن فيروس كورونا؟ مو خطر إن شاء الله، بس نبي نطمن أيضا السادة المشاهدين.
في البداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على ديرتنا في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الله يحفظه ويطول في عمره. طبعا السؤال هذا مهم جدا، والموضوع مثل ما أنت شايف متروس بالسوشيال ميديا، متروس بالإعلام، يتم تداوله في كثير من وسائل الإعلام العالمية والإعلام المحلي، وإحنا مو بعيدين عن موضوع JN1 لما لقيناه موجود في منطقة الخليج، خصوصا في المملكة العربية السعودية لما أعلنت عن تواجد هذا المتحور الآن في المملكة العربية السعودية. فدائما الأسئلة اللي تطرح، سواء رحت في الديوانية، سواء في العيادة، في أي مكان، دكتور شلون يعني كورونا لمتى بنخلص من هالسالفة هذه؟ كل ساعة جاينا متحور جديد، كل ساعة طالعين بسالفة جديدة، شنو الموضوع؟ فنرد ونقول إن هذا العالم، عالم الفيروسات، هو عالم فريد من نوعه، متميز بأشياء كثيرة، وهذا طبيعة الحياة، طبيعة الله سبحانه وتعالى خلق الكون في هذا تعاملنا مع هذا المايكرو أورجانيزمز أو الحياة الدقيقة من بكتيريا، فيروس، فطريات وغيره. هذه الكائنات الحية الدقيقة تحاول أن تستمر في الحياة، ويصير بيننا وبينها دائما صراع، فعشان تستمر في الحياة فتجد أسلوب في أنها تتغير. يعني إحنا دائما نكون سباقين كبشرية في أن نعالج من هذه الفيروسات ونسبقهم بخطوة، مرات هم يسبقونا بخطوة، وهذا ما حصل في 2019 لما سمي COVID-19، أن الفيروس طلع فجأة بشكل متحور جديد، المناعة ما تعرفه، الإنسان ما يعرفه، وسبق الإنسان بخطوة وسبب الكارثة العالمية، الله لا يعيدها، رحم الله من توفى منهم، والحمد لله على أنه قدرنا في وضعنا في نظام الكويت الصحي أن نقاوم هذا الفيروس ونطلع منه بأقل الأضرار لله الحمد، مقارنة بمنظمات صحية أو دول أخرى. فبالتالي دائما هذه الفيروسات فيها طريقة أنها تجد طريقة للاستمرارية في الحياة، والتحور هو أحد هذه الطرق، نتغير من الشكل بحيث أنها تقدر هذه الفيروسات تعيش داخل الإنسان وتتغلب على المناعة بشكل مؤقت. إحنا مشكلتنا إذا صار التحور خطر، ومعنى خطر انه يدخل في جسم الانسان ويدخل المستشفى او يدخل العنايه المركزه او لا سمح الله يؤدي الى الوفاه، هذه تكمن الخطوره. لكن بعض المرات تصير المتحورات ليست ذو اهميه، بمعنى انه ما تصير في اعراض ولا يصير في دخول مستشفى ولا يصير، بعض المرات تصير بالوسط انترميديت، في اعراض بس ما في دخول مستشفى، فهذا هو اللي اخذ الاتنشن او اخذ الاهتمام العالمي في سبب المتحور الجديد. فالسؤال هو ليش تصير المتحورات؟ المتحورات تصير كل ما كان هناك نشاط فيروسي خلال موسم السنة، حتى الانفلونزا مثلا، فيروس الانفلونزا أو فيروسات الأخرى تجد فيها دائما في تحورات، دائما تتحول تتطور. لذلك احنا عندنا أصلا تطعيم الانفلونزا، الانفلونزا اللي كلنا نعرفها العادية، سنويا. ليش نسويها سنويا؟ لأن الفيروس يتغير، وبالتالي هذه التغيرات ممكن تؤدي إلى أمرين، إما أن الفيروس ينتهي من الحياة وبالتالي يوقف خلاص ما ينتشر بسبب خطأ في التحور، أو أن التحور هذا يخليه شرس جدا وبالتالي يؤثر على حياة الإنسان، أو يكون يعني لا أهمية، ما لا أهمية، يسبب أعراض ما يسبب أعراض. فهذه هي أسباب التحور. نقطة وايد مهمة دكتور، خطأ في التحور. نعم. طيب خطأ في التحور ممكن يقتل نفسه هذا؟ نعم نعم صحيح، خطأ التحور يخليه مثل خلنا نقول يعني بطريقة أخرى بلغة يفهمها المشاهد، إنه يصير فيه مثل إعاقة، يعوق نفسه هو ما يدري الفيروس، لأن التحورات تحدث على مستوى الحمض النووي. كل فيروس، في فيروسات فيها حمض نووي RNA، في فيروسات فيها حمض نووي DNA. هذه الفيروسات لما تيجي تنقسم، هذه الشفرة الجينية مالتها تنقسم بطريقة معينة، مرات يصير فيه خلل في الانقسام فتتولد فيروسات جديدة، لأن التغير في مرحلة الشفرة الجينية يعطيها إعاقة، يعطيها عدم القدرة على دخول الإنسان، يتغير البروتين الشوكي مثلا، أو يتغير نوع من تفقد خاصيتها في أنها تكون قادرة على دخول الإنسان، أو قادرة على تسبب الأمراض، أو قادرة على الاستمرار في الحياة، فتنقضي هذه السلالة أو تنتهي أو تنعدم وتأتي سلالة أخرى، أو لا تأتي أي سلالة ثانية في هذه الفيروسات. وهذا أمر وارد يعني، وإن شاء الله نتمنى أن الكوفيد ينتهي بهذه الطريقة إن شاء الله. يعني. إن شاء الله تكون يعني سهلة. إحنا خلينا نقول دكتور اللي هو المتحور الجديد أو كان يعني أي فيروس تقريبا، ولكن بخصص عن JN1، إن شو الأسباب اللي تخلي للانتشار الأكبر والأكثر يعني، وهل هي هذه الانقسامات هي اللي أحد الأسباب؟ شنو العوامل اللي تخليه ينتشر بهالكثر؟ ممتاز. خلينا نقول شيء، إحنا اليوم كلنا لاحظنا في العالم ان اعداد الاصابات صارت اكثر من المعدل قبل خلينا نقول شهر،
في العالم كله، وأعراض صارت شوي أشد مما كنا نعرفها، فصار الإنسان يأخذ مثلا أعراض الرشح والصداع والالتهابات الجيوب الأنفية تجاوزت 10 أيام أسبوعين. فبدأ إحنا بالمنظمات العالمية دائما بيننا تواصل في منظمات الصحة كلها، وتتواصل بالمنظمة الصحة العالمية اللي هي المنظمة الأم اللي تدير الدولة تدير العالم في موضوع الجانب الصحي. فبدأنا نبحث ليش صار هذا الفيروس، لقينا إنه فيروس كوفيد تحور، صار في تغيير عنده في البروتين الشوكي، وسم أعطي الاسم JN1. طبعا طريقة التسمية لها طريقة علمية ما في وقت نخوض فيها، لكن أخذ اسم JN1. فهذا الفاريانت اوف انترست اللي هو VOA، ان هذا المتحور اخذ اهميه لان امرين، الاعراض بدات تتغير، والامر الثاني المده الزمنيه، يعني بدال ما يكون مثلا الرشح مدته 3 أيام 4 أيام صارت أكثر. مده طويله وصارت بشده اكثر. لكن الحمد لله لما بدينا نلاحظ الإجراءات هذه ما شفنا الفيروس بدأ يدخل زيادة في أعداد المرضى في المستشفى أو الحاجة إلى العناية المركزة أو حالات الوفيات ولله الحمد. فأصبح الموضوع الآن حذر بأن نحاول ما ننشر هذا الفيروس بكثرة داخل المجتمع الإنسان أو بالمجتمع الدولي. الأمر المهم واللي خلى المنظمة الصحة العالمية تصدر قرارات وتنبه، ودولة الكويت كوزارة الصحة تنبه، وزارة الصحة السعودية والدول الثانية، إن الفيروس هذا خلال فترة أيام بسيطة أصبح هو الدومينانت أو هو المنتشر الأكثر انتشارا. يعني أنت عندك فيروس متحور اللي هو كان أوميكرون مثلا، لكن الحين لقينا JN1 اللي هو جزء من الأوميكرون المتحور خلال أيام بسيطة من 30% من الإصابات إلى 45% من الإصابات خلال الأيام الجاية، ممكن يكون 50% من الإصابات خلال الأيام الجاية، يكون هو السائد في العالم، يكون 90% من الإصابات. إذن شو اللي قاعد يخليه يتفاعل؟ اللي يخليه يتفاعل شو العوامل؟ ميزته في التغير في البروتين الشوكي، يخلي عنده سرعة في الانتشار. يعني أنت الحين لما يكون واحد مصاب في هذا الفيروس، من يكون في مثلا تجمع موجود في 3-4 أشخاص 5 أشخاص وأكثر، تلقى 40% منهم أصيبوا، 30% منهم أصيبوا، 50% منهم أصيبوا، وينقلونه هكذا، ينتقل بالتفصافح باليد، ينتقل بالرذاذ، ينتقل في التواصل القريب جدا. فخلي أن الفيروس هذا عنده القدرة على الانتشار السريع، وأنه يؤدي إلى هذه الأعراض المزعجة. المهم في الموضوع وهذا أهم شيء اللي نبي نوصل للسادة المشاهدين، إن الأعراض عليك عليك علي ممكن نتحملها، نقعد في البيت نعزل نفسنا، لكن إحنا نخاف على فئة معينة من المجتمع، ولذلك ما نبي الفيروس هذا ينتشر بينهم، خصوصا كبار السن، الحوامل، الناس اللي تاخذ ادويه مثبطه للمناعه تنزل المناعه عندهم، فما صار عندهم قدره على انهم يقاومون هذا الفيروس، او الناس اللي عندهم امراض مزمنه مثل امراض القلب اللي عندهم فشل في القلب مثلا، او امراض الرئه فشل في الرئه وياخذون ادويه للرئه، او الناس اللي عندهم فشل في الكلى او يسوون غسيل كلى، وبالتالي هذول الناس ما عندهم القدره ما عندهم قدره على تحمل الاعراض هذه، لان الاعراض هذه شديده جدا. ان شاء الله ان ما تصيبكم، لكن لو تسال اي مريض اليوم من المصابين في هذا الفيروس او المتحول الجديد JN1 يقول لك هد حيلي هد حيلي حيلي يعني، وبالتالي الله يعطيهم الصحة والعافية. ولذلك احنا نحاول قدر الامكان بوسائل التواصل الاجتماعي، بوزارة الإعلام مشكورة مثل هالبرنامج، ان نوصل هذه المعلومة للناس، ان هذا المتحور عليك ان شاء الله ما هو خطر، لكن على فئة معينة من المجتمع ممكن يسبب خطورة، لذلك ساعدنا بان ما ننشر بين هذه الفئة من المجتمع. جزاكم الله خير. وياك ان شاء الله. تكلمت عن فئة معينة وهي اللي هي المعنية في هذا المرض، إن لا سمح الله إذا أصابهم ممكن إنه يتعبهم، ممكن إنه يدخلهم مستشفى. إذا هذه الفئة نفسها نقول إحنا أخذت اللي هو الفاكسين مال كورونا، الجرعة الأولى الثانية، في ناس وصلوا للرابعة، صح ما شاء الله. فعلى سبيل المثال هم ماخذين هذه الجرعة، واحد اثنين ثلاثة أيا كان، راح ينضرون ايضا راح تاثر فيهم، ام ان تكون مثلا تاثيرهم يكون تاثير JN1 اقل عليهم؟ موضوع التطعيم جدا مهم، ومشكور انك طرحته بهذا الشكل، واحنا دائما هذا الموضوع ماخذ صدى اجتماعي كبير، في ناس مؤيده للتطعيم، في ناس معارضه للتطعيم، ما زلنا الى الان ابشر دكتور، في ناس الحين يقول لك اذا بيتزوج اذا البنت مطعمه ولا مطعمة ما ناخذ، اذا مو مطعم ما ناخذ، يقول اذا مطعم يعني. شوف وصلنا الى هذه المرحله في موضوع التطعيم. التطعيم اخذ بعد زياده عن اللزوم، المفروض يعني ما ياخذ هذا البعد في 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 النقاش، خلينا نقول لدرجة أن الناس تبتعد عن التطعيم أو تحاول تكره الناس في التطعيم. إحنا نقول أن التطعيم هو اختياري، بالنهاية ليس إجباري، والتطعيم له فوائد كثيرة.
كلنا اليوم بعد ما بدأنا في التطعيمات في تقريبا في بعد كوفيد 19 بدأت الناس تعرف أن التطعيم لا يمنع المرض وإنما يقلل من الأعراض، وهذا دائما هي صفة التطعيم. دائما التطعيمات كلها اللي ناخذها من تطعيمات الأطفال وغيرها كلها، التطعيم لا يمنع المرض ولكن يخفف من الأعراض، يمنع المرض عند بعض الحالات لكن مو كل الناس، لكن الأكيد أنه يخفف الأعراض الإصابة بشكل كبير عند الناس المطعمة، وبالتالي التطعيم له فوائد كثيرة. الآن كان الخلاف على موضوع التطعيم أنه ممكن تطعيم صار مستعجل، صار بطريقة سريعة، ما تم تجاربه بكميات كافية. إحنا اليوم أخذنا التطعيم بتجربة حقيقية على البشر، بتقريبا نسبة كبيرة من سكان كوكب الأرض كلهم خذوا التطعيم بمختلف أنواعه، ولله الحمد ما عندنا مشاكل مع التطعيم بشكل كبير أو بشكل ملاحظ. وهذا موضوع مهم جدا ودائما أركز عليه عشان أيضا السادة المشاهدين يركزون وياي أكثر. أنت قصدك أي تطعيم؟ تطعيم إنفلونزا أم تطعيم الكورونا؟ أنا أتكلم عن تطعيم كوفيد 19. وأبي أركز على موضوع مهم، إن في أعراض جانبية من التطعيم لكن الأعراض الجانبية إذا قارنتها بالفائدة فالفائدة أفضل، أفضل وأكثر تكون. وبالتالي إحنا دائما في الطب عندنا بالانس، أنت حتى لو تأخذ دواء في أعراض جانبية بس تسوي بالانس ما بين الفائدة والرسك أو الأعراض الجانبية. وبالتالي أبي هذه المعلومة تكون واضحة، إن التطعيم بإذن الله آمن، إن التطعيم إلى اليوم كل التجارب اللي صارت عليه سواء في المخبرية أو في الحياة العملية تؤدل أن الفوائد منه أفضل، أفضل من عدم الامتناع عنه. الآن الفئات اللي تكلمنا عنها اللي هي عالية الخطورة الأفضل لها أن تأخذ تطعيم الجديد، لأن أوميكرون والجي ان 1 الحين المتحول الجديد، التطعيم الجديد اللي آخر فيرجن اللي تفضلت فيه هو أفضل من التطعيم السابق القديم. يعني خذوا تطعيمات قديمة المفروض أن يجدد التطعيم الآن خصوصا للفئات كبار السن. تطعيم في الإنفلونزا هذا؟ لا، تطعيم كوفيد 19. كوفيد 19 كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، هذول ننصحهم بأنهم يأخذون التطعيم الجديد ليمنع منهم الأعراض أو يخفف من أعراض الإصابة بالمتحول الجديد. الحين ما يبي يأخذ التطعيم، أقي نفسك من الإصابة، اعزل نفسك، البس الكمام، غسل يدك، لا تتواصل مع ناس مصابة، إن شاء الله ما يجيلك شيء. لكن إذا أنت حياتك تتطلب أنك تتواصل، تروح المستشفى، تراجع، فالأفضل والأسلم لك أنك تأخذ التطعيم لتجنب الإصابة أو تقليل من الأعراض إذا أصبت في موضوع المتحور الجديد. من الأماكن المتوقع فيها. قبل شوي دكتور قلت إنه يعني إحنا لازم نساعد بعض عشان نتخطى هذه المتحور الأخير أو المتحور الجديد، بس إحنا شلون نقدر يعني نمنع هذه؟ تعرف إحنا يعني كمجتمع كويتي متعودين على الألفة والزوارات وكذي، يعني فيعني شنو ممكن تعطينا نصائح بحول هذا الموضوع؟ موضوع مهم جدا، خصوصا الحين بأجواء جميلة ما شاء الله، الحين في ناس تروح المخيمات، في ناس تروح الشاليهات تطلع، وبالتالي ومثل ما انت قلتي تفضلتي وهذا كلام 100% صحيح، نحن مجتمع جدا اجتماعي، عندنا دائما التواصل الاجتماعي الجسدي بين الناس، طريقة سلامنا، القبولات، طريقة القعدة على صحن واحد، نقعد نتشارك في الأكل دائما، هذا أمر واقع، هذا أمر في مجتمعنا. وبالتالي هذا الأمر مهم جدا، وهذه النصيحة مهمة جدا لكل الناس، إذا أنت مصاب أو تشعر بالأعراض اعزل نفسك عن الناس، لأنك ما راح تقدر تشارك الناس بهذا الشيء وتضرهم، لأن ممكن واحد من ربعك أو واحد من أهلك عنده كبير سن في البيت راح تنقلها الإصابة وأنت ما تدري، وهذا راح ينقلها لكبير السن ويؤذي. فبالتالي اللي عنده أعراض ننصحه بشدة أنه يعزل نفسه مؤقتا عن المجتمع عشان تروح عن الأعراض وبعدين يمارس حياته طبيعيا. هذا أمر مهم. الأمر الثاني، كل من هم الفئات المعرضة للإصابة بشكل كبير الأفضل أنه يلبس الكمام إذا كان في أماكن مغلقة أو أماكن مزدحمة، هذا مهم جدا. أرد وأكرر أن أهم طريقة ومهمة جدا أنك تغسل إيدك دائما، محافظة على نظافة اليد لأن هي السبب الرئيسي في نقل الفيروسات بين الناس، لما تتصافح وكذا أنك دائما تكون إيدك مغسولة بشكل جيد أو بشكل ممتاز. لا تلمس عينك إلا إيدك نظيفة، لا تلمس خشمك إلا إيدك نظيفة، لا تلمس حلجك إلا إيدك نظيفة، تمنع الإصابة إن شاء الله بالفيروس، وإن شاء الله ما حد يلمس شيء في الملامسة طبعاً. يمكن إحنا في بعض المرات يعني من قبل في يعني المتحور أو الفيروس يكون واضحة أعراضه، في يعني فئة من الناس مثلا ما تكون واضحة عليهم هذه الأعراض، وفي ناس مثلا يعني تخليها على أنه والله أنا الجيوب، والله أنا الحساسية، فما تبتدي ما راح تعرف أن هذا مصاب ولا غير مصاب.
كلامك صحيح 100% كلامك صحيح، لان الاعراض خصوصا مع المتحول الجديد هذا ما نقدر نعرف اذا كانت هذه الاصابه شديده او اصابه بالمتحول او هي الرشح العادي او هي الانفلونزا العاديه او غيره. وبالتالي اللي عنده الاعراض بغض النظر حتى لو كانت يعتقد انها اعراض بسيطه انه يعزل نفسه. لكن خلينا نتكلم عن اعراض جي ان 1 اعراضه اللي نشوفها الان اللي موجوده ان المده الزمنيه طويله، وهذا مهم. الشيء الثاني ان اعراضه ما تختلف عن باقي الاعراض الثانيه، جيوب انفيه، رش براعيمة يحس فيها، عنده ممكن يكون صاحبه حرارة ممكن ما يصاحبه حرارة، وهن يصير مثل عضلاته تعبانة ما الأخلق يتحرك، بعضهم يصير عنده ممكن صداع، في بعضهم يصاب أيضا في الجهاز الهضمي، ممكن يكون عنده مشكلة في الجهاز الهضمي فيصير عنده مثلا إسهال أكرمكم الله، أو يصير عنده التهاب في البنكرياس مثلا، في بعضهم ممكن يصاب بالعضلات يصير عنده ألم في العضلات أو يحس تنميل عادة أو بعض المرات مثل ما يقولون جسمه مو شايلة يعني. جسمه مو شايلة بالضبط. وبالتالي هذه الأعراض اللي تصاحب المتحول الجديد JN1 الآن إذا أصبت أنت بهذا الأعراض، هذه الأعراض أكيد أنه يعني احتمال كبير أنك تكون مصاب بكوفيد أو بمتحول الجديد، فأعزل نفسك. إذا أنت مصاب بأشياء بسيطة تحس أن جيوب أنفية فقط، رشح بسيط، أيضا أعزل نفسك حرصا على أنك ما تنقل الفيروس إلى سلامة الآخر. طيب أنا بس عندي ناس مثلا وأعرفهم ما أخذوا التطعيم كورونا، نعم، لكن خذوا التطعيم، قاعد ياخذون التطعيم السنوي، نعم، اللي هو مال الانفلونزا. شو الفرق تمام بين الاثنين كحالة شخص، يعني ممكن انه يصاب في هذا المرض، نعم، او لا يصاب ان شاء الله، وان شاء الله ما حد يصاب فيه، او انه ايضا شنو الافضل، نعم، بين هالاثنين؟ شوف، التطعيم الانفلونزا يختلف عن تطعيم الكوفيد 19، هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا فيروس سلسلة فيروسات مختلفة وهذا سلسلة فيروسات مختلفة، هذا عائلة وهذا عائلة، يعني اثنين مختلفين عن بعض، فلا يمكن أن تقارن الاثنين مع بعض. هذا حالة مرضية مختلفة وهذا حالة مرضية مختلفة. الآن إذا خيت الإنفلونزا التطعيم السنوي، وهذا أمر مهم وجيد وننصح فيه الكل، خصوصا أيضا الناس اللي ناويين يروحون الحج أيضا لازم يأخذونه. فالإنفلونزا السنوي ما يقيك من الإصابة بكوفيد 19، والعكس صحيح، إذا أخذت تطعيم كوفيد 19 لا يقيك من الإصابة في الإنفلونزا. الآن إن شاء الله في المستقبل يطلع تطعيم واحد يقي الأثنين مع بعض إن شاء الله، لكن حاليا هذا تطعيم وهذا تطعيم مختلف. أخذهم مع بعض لا يضر ويفيد الإنسان ويمنع من الإصابة أو من أعراض شدة الأعراض بالإصابة بالفيروس الإنفلونزا أو بأعراض الكوفيد 19. اللي يأخذون الإنفلونزا السنوي أحييهم، وهذا تدل على ثقافتهم العالية الطبية، لأن الإنفلونزا مرض أيضا يعتبر مرض قاتل إذا أصيب الفئات اللي تكلمنا عنها اللي هي كبار السن أو الحوامل أو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أو الناس اللي يأخذون أدوية مثبطة المناعة. فالإنفلونزا أيضا مرض خطير، وبالتالي ننصح الكل أن يأخذ الإنفلونزا السنوي تطعيم سنوي، لأن الفيروس نفس فيروس كوفيد يتحور ويتغير، فكل سنة في تطعيم يقي الإنسان من المتحورات الخاصة بمرض الإنفلونزا الفيروس المتحور السنوي. الكوفيد 19 التطعيم القديم اللي اخذناه في البدايه غير اللي اخذناه بعدها بسنتين، غير اللي اخذناه الان او المتوفر الان في دوله الكويت مشهوره. دكتور عفوا انا ما اخذ ثلاث، اخذ بعد له بس. يقول لك انه كل مره يتطور يتغير. كل مره يتطور يتغير المتحور. شوف كلامك منطقي، وبالتالي اكثر الناس تخاف من التطعيم. انا اقول لك الخوف هذا له مبررات، في ناس تقرا، لكن دائما انصح اخذ المعلومه من مصدرها. اذا انت ان شاء الله انسان صحيح وامورك زينه وامورك طيبه وخذت التطعيم الاول والثاني ما يالك شيء غالبا باذن الله، ان شاء الله اي تطعيم تاخذه من الكوفيد باذن الله، خاصه اذا كان متطور الان تطعيم جديد، ان شاء الله ما راح يصيبك اي شيء. احنا نقول اليوم ان التطعيم هذا اخذ مثل ما قلنا في البدايه بعد في النقاش الاجتماعي، اصاب بعض الاشياء الغير منطقيه، بعض الاشاعات، وهذه نصيحه للكل يا جماعه، لا تحط في ذمتك كلام انت ما تعرفه وبعدين يجي واحد ما يطعم ويصير عنده مشاكل صحيه وسبب انه سمع كلامك. فانصح الكل خذ المعلومه من مصدرها الرئيسي، خذ المعلومه من مصدرها الموثوق فيه. يعني احنا كاطباء وظيفتنا هو ان نحافظ على حياتك، مو وظيفتنا نضرك، مو وظيفتنا نوجهك الى التوجيه الخطا، وظيفتنا نوجهك الى التوجيه الصحيح. ليش صرنا اطباء؟ نصير اشياء ثانيه احسن.
احنا اطباء نبي ننصحك بالشكل الصحيح لمصلحتك، لمصلحتنا، لمصلحتنا كبشريه، مو كلام اليوم غانم او دكتور غانم يعني. هذا كلام عالمي. دكتور غانم عفوا يعني بعض الاطباء هم ايضا بينهم بين بعض قاعد يختلفون. هذا الخلاف، هذا الخلاف يعني حتى كل خلاف في كل تخصص هناك خلافات، لكن الخلاف لا يعني هو تعدد الاراء، لا يعني ان احنا نضرك. وبالتالي الامر المهم ان تاخذ الخلاصه هذا الخلاف. انت ما تاخذ جزء وتخلي جزء، في خلاصه يقعدون الناس على طاوله ويتناقشون بشكل علمي وبشكل منطقي وبشكل محترف جدا. هذا الامر ما يكون بيوم وليله ناخذ قرار مثلا بانفلونزا بتطعيم معين. مجموعه بحوث علميه ترصد هذه الحاله وتاخذنا على سنوات تدرس مجالات متعدده بمختبرات بكميات كبيره. وبعدين احنا اليوم ناخذ الراي العالمي، نقعد مع منظمات الصحه العالميه، نقعد مع دول متعدده، يا بعدها يتم اخذ القرار لمصلحه المجتمع بالشكل الصحيح. دكتور احنا يعني تقريبا ما شاء الله يعني في الكويت الوعي يعني عالي، والوعي ايضا الصحي والطبي عالي، وتبارك الرحمن يعني الجهود كبيره من وزاره الصحه وكذلك من الطرف الاخر كالشعب الكل الجميع اللي موجود على هذه الارض انهم مهتمين اكيد في الصحه وما تقدمها وزارة الصحة أكيد بشكل مجاني لرعاية صحتهم. كل الشكر لك أكيد دكتور غانم السالم استشاري الأمراض الباطنية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. الله يحفظكم وجزاكم الله خير، وأتمنى الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. وأتمنى أن دائما نركز على أن نأخذ المعلومات من مصدرها الرئيسي، نأخذ المعلومات من مصدرها الموثوق، لا نلتفت للإشاعات. الإشاعات في غالب الأمر ضارة للإنسان، والتطعيم هو اختيار وليس إجبار. كل إنسان عنده قدرة مثل ما تفضلتي، ثقافة، يقدر يأخذ القرار المناسب لما يرى من مصلحته الخاصة ومصلحة مجتمعه. وأتمنى للجميع إن شاء الله يا رب السلامة، وأشكركم على الاستضافة وسعة بالكم معي. شكرا جزيلا للدكتور.